عندنا في فرن الرغيف الصبح، في رغيف محمر ورغيف مقمر ورغيف كبير، ورغيف مقرمش ودقيق مدعم والعيش كتير. فرن الرغيف الصبح، فرن الرغيف الصبح، فرن الرغيف الصبح، فرن الرغيف الصبح. العيش كتير ويقضي، يا حلاوة العيش وجمال شكله، فقير وغني كله بياكله. اديني بربع جنيه قوام يا ابو سمرة، لحسن الاشارة سايبها ايدها حمرة. النظام الطابور احنا مالنا بالمرور، متشكرين يا واسطة. ناولني رخصك يا اسطى، قرب من هنا حوت من هنا، فرن الرغيف الصبح جرب خبزنا ادخل عندنا، فرن الرغيف الصبح، فرن الرغيف الصبح، فرن الرغيف الصبح، فرن الرغيف الصبح، فرن الرغيف الصبح. اخرس ياض يا حرامي، انا بتضحك عليا يا راجل؟ امشي انجر قدامي وانت بتستعبط ياد، ده انا هوريلك يوم اسود من وشك. امشي وانت مستطول نفسك. طب امشي يا طويل الهايف وانت بتستعبط. امشي انتاني الهادي بيه. هموت لي اتنين تلاتة ولا ايه؟ ايه نظامكم معايا ياض؟ خد ياض يا حرام انت، خد ياض. بتضحك على مصلح يالا؟ ده انا اسجنك، ده انا اشبحك، ده انا اضيعك، ده انا انفخك. بص ورا، انت بتضحك عليا ياض؟ اترمي هنا. ايه يا اسطى؟ عشان لما ربنا مديكي شوية عضلات وطويل حبتين تقوم تفتري على الولاية. طويل حبتين؟ اه. انت بتكلم حد واقف ورايا ولا ايه؟ تكلم مين ياض؟ فهم هنا ياض بقى. انا قلع حرامي اسلمك 300 رغيف صحيين صحتهم زي البومب، اجي حاسبك تحاسبني على 250 رغيف؟ فين الباقي ياض؟ فين ال 700 رغيف الباقيين ياض؟ قول يا اسطى. انت فاكرني ما بفهمش بالحساب ولا ايه ياض؟ قول يا اسطى. قول ياض. قول ياض. يا اسطى حرام عليك، انا لسه ما اتجوزتش. هقول والله. انت ايه ياض؟ قول لي مين اللي عدى عليك؟ واحد عدى عليا وقال لي انه من مصلحة الضرايب. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرايب؟ اه. اللي عرفه سكتنا منين؟ انا عارف، قاعد يعد العيش اللي معايا وراح خصم 20 رغيف وقال لي ده حق الدولة وراح ماشي. 20 رغيف حق الدولة؟ ورقم يبقى مش ضرايب. ارحمك مش ضرايب. انا عارف العيش ده كله هيتخصم عليا، مرسى مرد هيحاسبني على. اهلا، تعالى تعالى حرامي نمرة واحد. انت نمرة واحد يا خلاص. قوم ياض، قوم ياض، تعالى هنا، تعالى. خلاص. وايه ده؟ وانا اضربك هنا الصوت يطلع هنا ازاي؟ انتوا موصلين على بعض ولا ايه؟ ترمي هنا ياض.
مين اللي عدى عليك يا؟ عدى عليك بلدية يا معندي. وانا من الصبح بقول لك ياض. ولا مين اللي عدى عليك ياض؟ عدى عليك بلدية يا معندي. عدوا عليك؟ بتوع البلدية عدوا عليك؟ ده كم واحد عدى عليك ياض؟ خد ياض قالوا لك ايه ياض بتوع البلدية دول؟ لا عمل لك محضر يشغل طريق يا معلم والله. وعملوا لك محضر يشغل طريق يا معلم؟ عملوا لك كم محضر؟ خدوا كم ياض؟ خدوا 10 ترغيفة يا معلم. 10 ترغيفة؟ خدوا 10 ترغيفة عملوا بيهم ايه؟ عملوا بيهم امتى؟ وانا واقف. يا سلام. قول لي ياض. نعم. انت ما تقعدش انت قاعد جاهز. مين اللي عدى عليك ياض؟ تتي حلوه. تتي حلوه؟ اشمعنى انت اللي تعدى عليك تتي حلوه؟ قالت لي صحر. قالت لك ايه؟ تتي صحر. سالت بقول لك مفتشة صحر. يا شيخ نايم. الله يحفظك. متشكرين يا عم انيس عبيد المترجم. 10 رغيفه. خدت 10 رغيفه؟ ايوه. تعمل بيهم ايه؟ تحلوها. يا وحيد السودا مع مرسى برده. انا عارف ان مكاني مش هنا، انا مكاني هناك في التلفزيون. نفسي امثل مره واحده بس اطلع في التلفزيون. انا ما اقعدش معاكم يا معفنين. امشي ياض، امشي انت وهو، كل واحد ياخد العيش بتاعه. الرغيف كان ب 7 جنيه ونص، هيبقى ب 14 جنيه ونص. شكري يا مراتي. ايوه يا اخويا شكري يا مراتك. ما هو على راي المثل اقطع ودن الكلب ودليها اللي فيه خصله ما يخليها. لا انا ولا بالضرب. لا مخبي عليا ليه انك شغال في الفرن دي يا مسلحي؟ انا شغال. ايوه وانا اقول يا اختي الراجل ماله بقى عامل زي الرغيف المدعم كده ليه؟ انت ليه؟ بس يا بس بدل ما اديلك على وشك. خد هنا. إيه؟ انا عايز اعرف الحكايه ايه؟ الحكايه ايه ده؟ الصوت ده بيطلع منين ده؟ لا ما اقول لك. ايه ده؟ ايه الروع اعترف؟ هقري واعترف يا شكري. اسم الله عليك يا اخويا. هقول لك على كل حاجه. كل حاجه. بس ما تقوليش لحد. يعني اتناقش في الموضوع ده بعدين. هقول لك يا شكري. النبي ما تقوليش لحد. خلاص بقى ما يعني ما تضغطش على اعصاب. والنبي ما تقوليش لحد. يعني هتقولي لحد؟ يا لهوي. حاضر. هتقول يا راجل. اوعي تقولي لحد. يا اختي يا اختي نقطتني على بخت المايل. ما انا لسه مقلتك. اوعى تقولي لحد. مش هقول لحد. هقول لك كل حاجه. قول يا اختي. مالك يا اخويا؟ عارفه يا نعس؟ نعسه مين؟ شكريه. ايوه كده. الفرن ده يا شكريه بتاع المهندس مرسى ابو ردة. يا اخويا بس يا معلم بتضحك على خامة ايه؟ مرسى ابو ردة. نفسي اطلع في التلفزيون اقول مرسى ابو ردة. والله ممثلين بيتعبوا من مرسى ابو ردة. ده مجهود. اه يا اخويا هتطلع ان شاء الله في التلفزيون خلف الاسوار باذن الله. بجد هيطلعوني؟ بجد. انت بس ما تقاطعش. اه ادعي لي والنبي يا شكري. انما قول لي هنا الاستاذ مرسى ابو ردة صاحب الفرن اللي انت بتشتغل عنده؟ اللي انت كمان بتشتغلي عند دودي هاني مراته يا اختي. يو مش ده يا اخويا مهندس كمبيوتر وانت شغال معاه في المكتب بتاعه؟ اقول لك يا شكريه الاستاذ مرسى ابو ردة اتولد في الحاره دي يا قديم. ورث الفرن ده على ابو ردة الكبير الله يرحمه. الله يرحمه. زي ما انت عارفه ان الاستاذ مرسى ابو ردة ورث الفرن ده وكان بيحب دودي هانم، ودودي هانم من عيله عرس سخران طنطاطية، فما قدرش يقول لها ان عنده فرن بلدي لما ترضاش تتجوزه، وهو بيحبها، هو بيحبها، هو بيحبها.
لسه 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 السقف اما انبطح على الارض سقف. والنبي نركز، الراجل شقيان. اه شقيان. عيد تاني على طول ولا ايه يا اخويا في الاعاده؟ يا عم خلص بقى وخش على الحلقه الاخيره. يا عم ما هي دي الحلقه الاخيره، احنا عارفين نخلصها. يوه ما اخر حلقه بتبقى طويله شويه. ايوه ايه عارفه كل حاجه. الاستاذ بورصه برده ابو رده اسم الله عليه. الاستاذ بورصه برده كان بيحب دودي هانم ويا من العيله السقراطيه، ما قدرش يقول لها ان عنده فرن بلدي لما ترضاش تتجوزه، وهو بيحبها هو بيحبها هو بيحبها. تاني تاني صحتك يا اخويا، المشهد لسه طويل. صحتك. اديني قلت لك الحقيقه بقى اهي. ايه ده؟ طب ولا حكايات مطاريد الجبل؟ مطاريد الجبل؟ يعني دلوقتي دودي هانم ما تعرفش ان جوزها صاحب فرن بلدي؟ يا اختي انت اللي بتسالي هعمل ايه بقى؟ رستق رستق تصبر الصبر رده. اتولد في الحاره الضيقه دي وسط الناس المعفنه اللي حواليك دولت، لحد ما بقى مهندس كمبيوتر قد الدنيا قد الدنيا قد الدنيا. المعجبين دولت. اهلا. شكرا يا ايمي. شكرا يا بنتي. شكرا يا ولد. عارفه شكريه؟ عارفه انا اهم حاجه عند الاستاذ مرسي ابو رده، الصبح في مركز الكمبيوتر وبالليل في الفرن، والعكس يا شكريه الحين المعجبين هيموتوني. ايه يعني؟ ما انا اخرى مهمه جدا في حياه دودي هانم مراد المذيعة المشهوره. خد يا بت. ولا تقدر تروح كده ولا تيجي كده لما شورتي على حلوه قوي. ايه ده بتعملي ايه ده؟ انت بصمجيه ولا ايه؟ امشي من هنا. امشي قد اديلك في وشك. امشي يوه. امشي يا بت اديلك في وشك. مفيش عيش النهارده. عارفه يا شكريه؟ ايه؟ الاسبوع اللي فات سالني الاستاذ مرسي ابو رده، قال لي لسه في ايه؟ قلت له اللي تكود بيه سيادتك. عارفه اداني ايه؟ ايه؟ قال لي انت كبير اليوران بتاعي. اخص عليه وسكت له؟ ما لازم اسكت وانا فاهم يعني ايه اليوران. يعني ايه يا روان؟ بت. ايه؟ انت ايه اللي جابك هنا يا بت؟ عرفت طريق ازاي يا بت؟ ايه ده عيب كده عيب؟ يا اخويا استنى بس الاقيها. يا بت عيب. يوم من الفواتير ده يا مصين. ايه ده؟ الفاتورة دي كانت بجيب الجاكيتة ومعاها 25 جنيه يا بت. مش انا كل يوم بقلبك يا مصلحي؟ باخد يا اخويا اللي يخصني واسيب لك شوية الورق بتوعك. ان شاء الله المرة الجاية احط لك تعبان في جيب الجاكيتة. يا سلام. والله قرصك قرومك واخلص منك بقى. الشيكات اللي بتقول لدودي هانم على كل حاجه. هتقولي ايه يا بت؟ حسك عينك تجيني سيره الفرن لدودي هانم، هتضيعي مرسي باشا وبالتالي انا هضيع، وفي ساعتها بقى لا هيهمني منك ولا من شيكاتك هقتلك. ولو اني مش ضامنه نفسي يا مصلحي. وعلى راي المثل يا اخويا كتمه السر في البق بتخلي البق يلق. يلق؟ بيلق يا اخويا. هيلق ايه اكتر من كده؟ ده قرب يقع على الارض. شفت بقى هيلو ايه تاني؟ ده انا مستحمل بلاوي. معلش يا اخويا. بقول لك ايه؟ ما تجننينيش. لا معلش. انت تخلعي من هنا واوعي تجيبي سيره الفرن ده ابدا. ما تخافش يا مصلحي. ايه؟ سرك هو سري يا اخويا. بس حسك إيه عينك تخبي عني حاجه تاني. احس والا والله العظيم انت من سكه وانا من سكه، ما انت طلعت راجل سكه. انا مش فاهم انت حاسس بتالفي لي الامثال دي عشان انا مخصوص. وليلة اللحظة. يلا اتكل على الله بقى. أنا مضطرة أسيبك دلوقتي أساسا عشان دودي هانم عندها تصوير في حتة يجيك ويحط عليك يا مصلحي. نسيتني. إيه عندها تصوير في حتة ولو ما لقتنيش هتطين عيشتي. إن شاء الله تروحي وتتوهي أنتِ. يجيك ويحط عليك. اشمعنى هي اللي تطلع في التلفزيون دودي هانم؟ نفسي أطلع مرة واحدة بس. مرة واحدة. يا مصلحي. تلفزيون. يا سلام ده أنت جيت على السيرة. أهلا أستاذ حسونة. مستعجل يا مصلحي. يا أستاذ حسونة سيادتك. ده انت بتعدي علينا كل شهر يا راجل. استرجع التلفزيون. استنى ثواني ثواني اعمل معاك الواجب. يا وجيه العيش بتاع الاستاذ حسونه. احلى عيش اهو. بص لفله لك ازاي. لو عيش بص ممكن استنى شويه. ما انش الاواني. ايه ما انش الاواني. ما انش الاواني تطلعني مره واحده في التلفزيون. ما انش الاواني. بص اهري لك كتفك. ما انش هنا يا مصطفى. يا باشا حاضر. ما انش الاول طلعني. انا بما اني راجل كبير جدا ممكن اطلعك
جنب التلفزيون لكن جوه التلفزيون صح 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 ايه وبطلع. طب بتاخد منه عيش كل يوم ليه؟ لا يطلع جوه التلفزيون. ايوه اطلع جوه التلفزيون. ايه يا وجيه في ايه؟ لا مش هاخي يعني مش هتطلع. بص يا استاذ بص اتفضل. هو انا صاحب اشتغل شغلانه كبيره جدا في التلفزيون. في جسر كبير في التلفزيون. إيه إيه إيه. بس برضه احتمال اطلعك في التلفزيون. ملوش لازمه يعني بيفضل رايح جاي كده. والله ده ازاي ده ملوش لازمه؟ بيجيب سجاير للناس. خد العيش خد العيش. كرسي 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 عاوز كرسي. كرسي 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 عاوز كرسي. كرسي عاوز لحمه يعص. كرسي ياخد لحمه ياخدش. كرسي يقعد لما يقعدش. قول يا مرسي ليه يا مرسي؟ عاوز كرسي. كرسي 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 عاوز كرسي. طبعا بتسقفوا للتوك توك. هم سقفوا لك يا حبيبي. يلا يلا سقفوا له على ايه ده؟ انا ظهري اتحنى طول ما انا راجع. يا اعوذ بك من الخبث والخبائث. طلعت منين ايها الشيطان؟ في ايه يا عم؟ انا كنت قاعد جنبك في التوك توك طول الطريق. انت كنت قاعد جنبي؟ اه ما شفتكش. وانا لازم يعني ابقى حسين فهمي عشان تشوفني. حسين فهمي؟ ده شكل حسين فهمي. انت بالكثير سدي على اوباما. ده اقل واحد في عيلتنا. يا سلام. وايه ده؟ ايه ده؟ يا نهار ابيض. صحيح غزاره في الانتاج وسوء في التوزيع. كنت عايز منك خدمة. أصل أنا ورثت حلتين مصديين من أم الله يرحمها. ممكن السلك ده ألمع؟ يا عم السلك إيه يا عم؟ أنا صاحب التوك توك هات حق التوصيلة. حق التوصيلة المفروض أنت اللي تدفعها لي. ليه إن شاء الله؟ عشان ظهري اتحنى طول ما أنا راكب وزقيته أكتر ما ركبت والناس قعدت تتريق عليا. اللي يقول لي والنبي ده قدك عشان تركب؟ واللي يقول لي ده مش عايز بنزين، ده عايز عربية نص نقل ترضعه. غير التلوث السمعي. الى غني الهباب اللي انت مشغلها دي. في شريط لام كلثوم، عبد الوهاب، فريد، ورده، فيروز. مين دول؟ مين دول؟ امال مين الهباب اللي انت كنت بتسمعها لي؟ اخر واحده؟ ايوه دي هيفا. والله ما حد هيف غيرك. كانت بتقول ايه هيفا دي؟ لايك الواوا، بوس الواوا، خلي الواوا يصح. تو عليك يا ادب. ابص الواوا يا تافه. ادور على الواوا عشان ابصها؟ ولا الغلوه الثانيه؟ الصراحه راحه يا سيدي وانت ما بتعرف. قله الادب. انت ترضى مراتك تقول لك وانت ما بتعرف؟ يا ريت. انت جلسك ايه هلا؟ اشوف البطاقه. اطلع بره بره. مش هطلع بره يا عم. مش طالع بره غير لما تديني الاثنين اهيف بتوعي. كم؟ اثنين اهيف. صلحي وجيه يا باشا. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. كلم كلم. أو 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 أو. لا 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 ده مش من الفصيلة دي ده. الليل 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 يا ميمون. يا عم خلصت. أنت مين دول؟ أنت مش عايز اتنين أهيف؟ اتنين أهيف من بعض. خلصت يابا وديني أغنيتي ما تخش أعملها معاك. أوعى تعلي صوتك هديك بالبوكس على قفاك. تعالى هنا. عايز كام؟ اتنين اهيف. يعني كام؟ يعني اتنين دولار. هات امك. التوك توك ده بالدولار؟ يا عم انا ما بركبش معاه غير سياح وما بقبضش غير بالدولار. سياح؟ طبعا عشان يتفرجوا على غرائب الطبيعه. اتنين اهيف يعني اتنين دولار؟ اه. هخدمك. ليه؟ تاخد اتنين بعافيه. ليه اتنين بعافيه ده؟ اتنين جنيه مصري. ده انا معاه منه بتكون ما بقاش السرف دلوقتي. ايه ايه؟ طب تاخد اتنين وتقرا عليهم الفاتحه؟ مين؟ اتنين دينار عراقي؟ خلصني يابا. خلصني يابا واديني اجرتي ما تخليش اعمل معاك الصح. تعمل معايا الصح؟ اه. هو انت في التوك توك كنت بتعمل معايا الغلط؟ ايه؟
هذا اللي خلاك تقول الكلمه دي. هذا وزك شيطان وزك. وانا اقول التوك توك عمال يطلع وينزل يطلع. اوعى تقول الكلمه دي تاني تمام؟ ابهدلك. اول مره يقولها. بقول لك يا وجيه. يا باشا الدولار بكام النهارده؟ دولار يا باشا؟ ايوه. امريكي؟ لا اليمني. ده عبيط؟ شهبوش مهبوش لو براني ما يصرفوش ما يصرفوش. تصدق ان انت عبيط؟ هي البورصه هنا يعني؟ قدامك سكه سفر. اه بلغي يعني فين؟ بلغي فين؟ فين هي متخلف؟ خمسة ونص وخمسة ونص يبقى 11. كتير يا باشا كتير. كتير 12. لا 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 المشوار ما يستاهلش. انا ما احبش. 20 جنيه. الله 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 الله. لا ده يقولوا اقل اقول اكتر. الله ده مش هينفع يا شباب. 40 خلاص هنتقاسم يا 60. ايه 70. 70 ايه؟ المحفظه اتسرقت. ايه الواد ده اللي سرق؟ ليه يا عم؟ يا حرام يا عم. اسرق ايه؟ عامل فيها قرد يا عم. انا مش حرامي يا عم. طلع بتفتش فين يا طويل يا اهبل؟ اكيد خباها هنا يا باشا. هيخبيها فين؟ ايوه صح دي المنطقه الغزيره اللي عندي. لقيت. ها شفت يا نصاب؟ حرامي صح. ايوه جن حرامي. ولونها اسود. ولونها اسود اهي. جنين كافر. ايه ده؟ انا بقى الاسبوع اللي بحال الدنيا. حد معاه قطه؟ انت متربي فلاني انا هنا؟ يبقى مخبي المحفظه. طلع المحفظه. ما خدتش حاجه والله العظيم. ما خدتش حاجه. وجيه. اه يا باشا. خدوا على المخزن واعمل معاها الصح. عينيا يا باشا. هو اليوم باين من اوله المحفظه واتسرقت. الله انت ايه جرالك صحيح؟ وعربيتك فين؟ وراكب مع واحد شالع الفراش. اسكت يا مصلح. اللي حصل النهارده لا ينحكي ولا ينقال. ايه اللي حصل؟ مفيش. النهارده صحيت الصبح. لا. و... لا 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 بقول لك النهارده صحيت الصبح. لا 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 لا. وانا قلت كلمه قبيحه. النهارده صحيت الصبح. لا لا لا. طب لعلمك انا كل يوم بصحى الصبح. لا لا لا. والناس دي بتصحى الصبح. انا بصحى الصبح. هتهزر؟ انا عايز اروشك بس. ايه اللي جرالك؟ مالك؟ النهارده صحيت الظهر. الظهر اه. قلت الذكرى السنويه بتاعت ابويا الحاج برد الله يرحمه. قلت اروح اقرا عليه الفاتحه ووزع على روحه وعيش بلدي. عيش بلدي بس؟ مفيش رغيف فينو حلو. اخرس. ايه ده؟ الفرن ده عمره ما طلع رغيف افرنجي واحد. ليه؟ هو الرغيف الافرنجي غلط؟ ايوه غلط. غلط ليه؟ ابويا ورث الفرن ده من ايام ابوه ايام الانجليز. عشان كده ابويا كان بيكره الانجليز، بيكره اي حاجه فيها افرنجي. بالك امي في مره قالت له يا حاجه برده نفسي اكل رغيف فينو. طلقها. ايه ده؟ طلعها عشان رغيف فينو. انا لما خدت الاعداديه قلت له يابا انا نجحت في تلميذ جنبي في الفصل بياكل حاجه اسمها بطون صليه. نفسي اكل واحده بطونيه صلوهايه. جات له ذبحه ونقلوا المستشفى. مستشفى عشان صلوهايه؟ وعشان ارجع له عقله انضميت للفدائيين. وانت فجر كل الافران الافرنج اللي في البلد. تا 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 تا. مين اللي عمر ايدي يالا؟ خلاص خلاص يا مسلح. ماشي وخلاص مفيش ضرب. المهم بعد ما قريت الفاتحه قلت اعمل زي ابويا ما كان بيعمل الله يرحمه. كان بيعمل ايه؟ كان بيتمشى لغايه محطه ترماي 14 ابو سنجه. الله. قلت اعمل زيه. ركبت ترماي 14 بسنجه. جت قرعتي جنب واحده ست. واحده ست مش واحده رقاصه. انا بعمل لك المشهد يعني. جت قرعتي جنب واحده ست شايله ولد جميل زي القمر. ولد تشوفه سبحان الخلاق. ايه الجمال ده؟ وانا ابويا كان بيحب العيال. ها ها ها. والنبي انت نيتك وحش اهو. بعد عني. كان بيحب يلعب مع العيال. يلعب. سيبنا كمل الجمله. ابويا كان بيحب يلعب. يلعب مع العيال. ارجع بقى. ابويا كان بيحب يلعب مع العيال. مع العيال. وخصوصا كان يحب يلعب في شعر العيال. عارف يا ام صلحي؟ ابويا عمره ما لعب في شعري. تفتكر ليه؟ الناس دي كلها عارفه ليه؟ قعدت العب في شعر الواد. الواد فجأة بص لي وقال لي مين؟
بابا. بابا قلت له بابا مين يا حبيبي؟ انا عم مرسي ابو رد. قال لي لا انت بابا. ماما ماما بابا اهو. الست بصت لي وقالت لي مين بابا؟ ايه ده؟ قلت لها بابا مين؟ انا مرسي ابو رد ابو هندس وعندي فرن. ايوه في السبتيه. في السبتيه. قالت لي لا انت جوزي مرعي. ايه؟ واتجوزتني من 15 سنه وسافرت العراق عملت احوش في فلوس وسايبنا انا وشلطه ابنك. شلطه؟ الناس اتلموا. حرام عليك يا ابو شلطه، ادانا غالي يا ابو شلطه. رحت نطت بالطرمي وجاي على هنا. استنى منزل في حد جري وراك. ما لحقوش الحمد لله. خدت التوكتوك. ما هو يمكن الحظ مرسي. في واحده ست وامير شرطه ومعاهم رجاله كتير قوي بيدوروا عليك، بيقولوا هو فين عشان نعمل معاه الصح. يا نهار اسود انت بتغش في العيش النهارده. بس الغش خلاص. اهي ايه ده؟ اهي بتاع مرعي. يا ست الامين انا بس مش مرعي. مصلحي قول له انا يا ست الامين. احب اقول لستك ان اللي واقف جنب ستك ده هو المهندس مرسي ابو رده. ابو ايه يا اخويا؟ ابو رده. ابو رده احترم نفسك. مش عاجبك ابو رده؟ ايه؟ لازم البس ميري علشان تعرف انا مين؟ تبص يا سكفل. مهندس عقيد لواء متقاعد على المعاش مرسي ابو رده. حرص ده حب. وين مطلوب بالظبط؟ يعني البطاقه لو سمحت. بيطلعوا بدل الفئه الفئه منين عشان محفظه سرقت؟ نعم يا اخويا الحركات دي احنا فاهمينها كويس. يا تطلع البطاقه يا تطلع قدام على الاسم. يا ست والله ما انا برعي. لا انت برعي. وعايزه منه يا ست انت برعي. انا خدت عليك حكم نفقه ب 45000 جنيه. نعم 45000 جنيه ليك انت. اديها رغيفين ومشيها. ده غير بقى يا حبيبي نفقه المتعه. ده انا اللي هاخدها. ها هتدفع ولا تطلع قدامي على الاسم؟ امر الله. قلت كام؟ 45000 جنيه. 45000 جنيه طلع. وخمسه كمان ماشيش 50000. الله يديك. لا اسكت اسكت. 50 ايه ده؟ ايه؟ لا اهو. ايه في ايه؟ الله الله صح. انا الحقوا انت فاكر نفسك هتاخد مني يا برعي؟ حقاوي ده انا مطوقه الشارع ب 20 راجل. يلا انت يا برعي. 20 راجل وهي وال 21. يلا يا برعي. خش يا اختي خش. يلا يا اهو. ايه ده؟ ايه ده؟ خش يلا يا اهل العبوه. اقف جنب الصبور بدل ما اديك على وش. اوعي اديلك على وش. وقفوا الطابور. اهدى. تعالى يا كابتن انت كمان اقف في الطابور. يا كابتن تعالى اقف في الطابور. باهي باهي يا اخي. باهي باهي ايه؟ ليبي ليبي ليبي. جاي من ليبيا مخصوص تقف في طابور العيش عندنا؟ ما هو الطابور بدا من ليبيا يا اخي. اهلا. اهلا بك في مصر. تعالى تعالى. حياك الله حياك الله. حياك الله يا سيدي. وقف بقى في الطابور. الله بالخير. الله. يا سيدي الله بالخير. وقف في الطابور بقى. تكفى تكفى. ومين اللي مكفى ده؟ وقف في الطابور. يعايشك يعايشك. اللهم عايشك انت شايفني ميت يا عم. وقف في الطابور بقى. ده انا دخلت الدول العربيه كلها على بعض. لباس لباس لباس. مين لباس؟ اي حد واخلص. الله ايه الراجل ده يا عم؟ وقف بقى. اسلونتس اسلونتس اسلونتس. ايه ده الراجل ده بيهتف عليا ولا ايه؟ بقولك اقف في الطابور. بقولك دحين دحين. دحيت ايه؟ دحيت هنا يا فداك يا دحين. الراجل ده الله. المهندس مرسى برده. وطي صوتك. جاي يهرب. لقيتها موقفه لي 20 راجل بره. هو مش جوزها كان في العراق؟ ايوه انا كنت في ليبيا. الله حلوه الفكره دي. بقولك انا هخلصك. تكفى تكفى تكفى. اه تكفى. دحين. اقف يا اقف يا اخي اقف. يا مسحي الله اللي طلع شوال الدقيق ده بره. تلعب معايا يا عمو؟ العب معاك يا حبيبي. عمو عمو عمو. ايه؟ بص حصل لي ايه؟ ايه؟ شفت المرايه؟ يا لهوي. تلعبي معانا يا ست؟ حنفي؟ حنفي مين؟ حنفي جوزي يا عليا. بابا بابا. بابا مين جاكباو؟ يا ست انا ما اسميش حنفي. انت هتستهبل عليا ولا ايه يا راجل؟ 15 سنه يا راجل يا مفتري وسايبنا انا وابنك في مصر وقاعد لي في ليبيا؟
وعشرين دولة ما اخترتش إلا ليبيا. بص أبوك يا واد. هات بوزها يا بابا. ده أنت اللي بابا وماما. يا ستي أنا ما اسميش حنفي، أنا المهندس مرسي أبو ربع. نسيت ولا أي حنفي؟ أنت يا راجل مش اتجوزتني وخدتني معاك ليبيا، قعدتيني سنة واحدة، خلفت الواد بعتيني أنا هو على مصر وقلت لي هحصالك. يا كذابة، هو ده يجي في سنة برضه. ده دي لوحدها في ست سنين. يا ستي أنا ما اسميش حنفي، أنا المهندس مرسي أبو ربع. لا أنت حنفي. طب أقول لك أنا لا حنفي ولا مرسي، إيه رأيي؟ أنا اسمي بوراي. آه وكنت في العراق. أنا ليبي. تعالى قاعدك صالح يا بوراي. العالي يا مصلح. هو في الحكم يا ست الأمير. هو في الحكم، أنا معايا دليل براءة المتهم اللي عندكم. اتفضل. دي رخصة الفور البلدي ده. دي صورة مين؟ صورة الراجل ده. برافو عليك. هنا في برعي؟ لا. هنا في حنفي؟ لا. هنا في مين؟ في مرسي أبو ردة. الله أكبر. لله. ومن هنا يتضح يا سيادة الأمين إن اللي ورا القفص ده هو حنفي. أنا بريء. بريء. نظر يا ست إنك غلطانة. سبحان الله، يخلق من الشبه 40. لو أنت صادقة 80، أنت 40 وهي 40. ما هو كده الحلو ملوش بخ. عارفة والوحش برضه. يا سبحان الله يا رب، الخلق الناطق حالة. امشي. أنا عارف عديتي من العيد الكبير إزاي. بيبا. طلع من بقك زي العسل. بابا. لا ماما يا حبيبي. يا صدق ان انت الوحيد اللي صعبان عليا. مش عارف ليه عندي احساس انك ممكن تكون ابني. يلا يا ابني تكفى. باهي دحين. يلا اديني خلصت منهم. والله يا انت صعبان عليا يا باشمهندس. عارف كل اللي بيجرى لك ده سببه الستات. الستات دول هم يعني بيبقوا السبب كل أيوة المشاكل. ايوه بس يا بختك انت ما عدا مراتك. ويا مراتي دي ستات، دي حاجه مصيبه سودة، دي وليه زباله ومعفنه. يا دي وليه دي. يا راجل ده انت بتقول لي ان مراتك ملكه جمال. ملكه جمال مين؟ ده انا متجوز اسماعيل ياسين وساكت. يا مش انت بتقول انك بتديها كل يوم ورده؟ ده انا نفسي اديها كل يوم جزمه قديمه. يابا يابا اللي حصل الجزمه يا مصلح. ما انا اقول لك ملكه جمال ان شاء الله ملكه جمال المعيز ومشيها. ما هي ما بتممعش، لو معمعت هعرف. دحين تكفى لباس. يا بدحش ايه ده؟ خلي الطبق مستور يا لابس الطرطوس. شلونش ايه يا استاذ مرسي؟ مصلحي قال لي على كل حاجه وقال لي على موضوع الفورم. لا يا نت. لا فتنت عليا. ما فتنش ايه الفتن. بس خلاص عمر. شوف ريا، اوعي تجيبي سيره لبيدي مراتي ان انا عندي فورم. ما تخافش يا استاذ مرسي، سرك في بير يا اخويا. الله سره في بير ايه وبتاع ايه بقى؟ يا باشا يا باشا انت ممكن تقول لدودي هانم وهي هتسمع. ما ينفعش اقول لها دلوقتي. ليه ما ينفعش؟ لاني ما قلتلهاش لما اتجوزتها اني وارث فرن. لما اجي اقول لها دلوقتي تعرف اني كذبت عليها، والست لما تعرف ان جوزها كذب عليها ولو مره واحده يبقى كل اللي جاي كذب. الله طب ما انا قلت لها حاجات كتير كده. ما اقدرش ما اقدرش. الله صدقني لو انت قلت لدودي هانم هتسامحك. هتسامحك والله هتسامحك، انتوا بتحبوا بعض. بنحب بعض. ايوه بتحبوا بعض. احنا اجمل قصه حب في التاريخ. زي القصص المشهوره تيس وليلى، عنتر وعبله، روميو وشليت. شليت يا ايه الناس دي؟ انا ودودي اتقابلنا في فرح واحد صاحبي بيتجوز، وهي كانت معزومه عند واحده صاحبتها بتتجوز. ايه ده؟ يعني انتوا اتقابلتوا ازاي وهي في فرح وانتوا في فرح؟ لا ما هو صاحبي بيتجوز وصاحبتها بتتجوز. وانتوا رحتوا فين؟ رحنا فين؟ ما هو صاحبي يا متخلفه بيتجوز صاحبتها. فهي معزومه وانا معزوم. اتقابلنا في الفرح. بعد الزفه فتحوا الاوبن بوفيه. الله عارفه اللي هو فكرة. اللي هو ايه؟ زي اوبن زادور. ليك حق تضربها بالجزمه. نفسي. فتحوا الاوبن زادور. عجبتني حته ملفي بالسكر. بسطه بسطه عجبتني حته بسطه.
مصطفى مشيها. انا مديت ايدي عشان اخدها. في نفس تلك اللحظه هي بتمد ايديها عشان تاخدها. في نفس تلك اللحظه. في نفس تلك اللحظه انا شد وهي تشد، انا شد وهي تشد. راحت نطر ايديا، عينيها جت في عينيا. قلت لا مش ممكن، مش مصدقه نفسي. حضرتك مصري؟ قلت لها ايوه انا مصري. قلت لا معقوله في مصر راجل بالجمال ده؟ راحت اللي حصل بالظبط. لقيت في مصر راجل بالجمال والطعامه دي. يا الحمد لله اني شفتك عشان اعرف ان مصر فيها راجل جميل بالشكل ده. كل حاجه فيك حلوه، كلك على بعضك حلو. رجليك، ايديك، عينيك. ما جابتش سيرته. كنت لابس طاقيه. قلت له كل حاجه فيك حلوه. انا مش مصدقه انا واقفه قدام مين؟ مين؟ مهند. قلت له ايه؟ مين مهند ده؟ انا اسمي مرسي. قلت ايوه انا اسفه، انت اجمل من مهند بكتير. مهند ده تركي، انت اسطنبولي. صح، انت اسطنبولي صح. انت مهند؟ ايوه. انا نور. امشي. انت نور بعد النور ما اتقطع. النور ده انت سنوات الضياع. فكرنا بيها التلفزيون لو تطلع لي. انا بعته. مهم عشان اوقعها اكتر. قلت لها كلمه جبتها الارض. ايه ايه الكلمه بقى؟ قلت لها ممكن اسالك سؤال محرج؟ اسمك ايه؟ معطوب النهار يقول لي اسمك ايه؟ عشان انت فعلي مش اسم. وماضي كمان. اسمك ايه؟ قالت لي دودي. قلت لها دودي يا دودي يا موردخ دودي. يا ما نفسي راجل يقول لي دودي يا دودي يا موردخ دودي. انا كمان نفسي في راجل يقول لي دودي يا دودي. عشان كده شكريا اوعي تجيبي سيره لدودي. اوعدك يا استاذ مرسي. شكرا. بس انت كمان لازم توعدني. بايه؟ تزودني مهيجي. انت بتاخدي كام؟ 2000 بس زيد غلي ورجع. خلاص هخليهم 3000. اربعه وفضل وعد. اربعه. الله، ولا كمان مش هتوعدني؟ انت بتاخد كام؟ انا باخد 2000 جنيه. بقوم 1000. فضل وعد. على العموم مضطر اسيبكم دلوقتي لحسن دودي هانم بعتنا فكلها شيك من البنك. وانت اللي تبعتك تفكلها؟ اه. عشان كده البورصه ضربت والناس ضربت. الله يفكلها. بقول لك ايه؟ عارف لو شكريه فتنت وقالت لدودي ان انا عندي فرن؟ هطردها. لا يمكن تنطق البت دي؟ ده البت دي خدت 4000. اخبار الشغل ايه جوه؟ زي الفل يا باشا. قد ايه؟ 100 100. الوزن 100 جرام يا باشا. كله زي الفل. يا وجيه وجيه، ده فرن ابو رده. فرن ابو رده الاخلاص والامانه. فين يا عم؟ بقالي ساعه بدور عليه. تعالى يا دي حرام العيش ياض. لا مش حرام العيش. العيش ياض بتاخد العيش تجري ياض. انت فاكرني ياض؟ ما بهدلكش ياض. انت على لا انا قصدي حاجه تانيه. كنت قصدي اتكلم معاك عادي يعني. العيش اللي انا خدته طول السنين دي كلها هردهولك في جميل واحد بس. جميل واحد ايه؟ بس. ايه هو الجميل؟ المد والشهره والفن. بيخبطوا عليك يا بصله. بيخبطوا عليا؟ افتح. فتحنا. المخرج قال لي يا استاذ حسونة يا كبير. اللي هو انت؟ اللي هو انا. شوف لنا مكان نصور فيه برنامج عن رغيف العيش. في حياه كل مواطن. ايوه. انت المواطن. انا المواطن وانا رغيف العيش وانا المكان يا باشا. انا اخترت. يعني ايه؟ يعني انا هطلع في التلفزيون حالا؟ يعني انا همثل؟ هتمثل. يعني انا همثل؟ هتمثل. يعني انا همثل؟ 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 يعني همثل؟ انا همثل؟ يعني همثل؟ انا علقت ولا ايه؟ انا عايز اسكت. انا همثل؟ همثل؟ هتمثل؟ يعني انا همثل؟ انت هتقول كلمتين في البرنامج هتمثل. بس عايز تقولهم كلمتين كده هقولهم بشعور راقي. يعني شعور راقي. راقي راقي. ايوه راقي. شعور راقي. هو اتغير الرقم اللي انت لابسه يعني. انا هروح استحمى يا باشا. استحمى والبس بدله. وسارع شعر. انا همثل يا فلان. همثل. انت يا واد يا حسونه. انت يا ابني يا مخرج يا كبير. اتفضل يا مخرج يا كبير. ايوه يا ابني اتفضل. فين يا ابني؟ ايه يا ابني؟ هاي هاي يا حسونه الفل ده.
حلو قوي. احنا هنا هنصور هنا يا عسول. حط يا عم الكاميرا هنا. خلاص يا باشا. اجري هاتلي بسرعه شويه. اخلص. هيا يا حسول. ايه رايك يا باشا؟ هيا. ايه رايك بقى؟ هنصور ونجري ولا هنت على ياما ولا شويه؟ الجو جميل وعلى الله نصور ونجري زي ما بتقول. بس انت عارف المذيعه قليطه ومناخيرها في السماء. تخاف منها ولا اجري؟ بشر اوعى تقول كده، انا ما بخافش من حد ابدا. انا ما بخافش غير من الخلائق. ايه المكان الزباله ده؟ انا لا يمكن اصور البرنامج هنا ابدا. يا الارض مش نظيفه. عجبك. خمس دقايق زي خمس ساعات. نصيب نعمل حلقة عن أهمية رغيف الخبز في حياة المواطن، بس ده مش معناه إن إحنا نروح للمواطن ده في حارة. كنا ممكن نروح للشيراتون، شرم الشيخ، الغردقة، مارينا. إيه يا مدام؟ وإحنا رايحين العيد. يا مدام، إحنا اخترنا المكان ده عشان وإحنا بنصور يبقى ورانا الفرن ده، وناخد الحركة الطبيعية للناس داخلة خارجة بتشتري العيش. هو ده الفرن؟ هو. ده بلدي خالص. احنا بنتكلم على ايش البلدي خالص. طب يلا بسرعه عشان عايزه اصور. اكشن سادتي. انا سادتي اسر برنامج نحن في لا لا تعال. حتى اسم البرنامج نحن في خدمتكم ده بلدي قوي، لازم تغيروه. نغير ايه يا مدام؟ صاحب المحطه هو اللي مسمي البرنامج كده. حق عليا، عايز اعمل اسم شيك للبرنامج. مش وقت الشيك، نصور. اكشن سادتي. انا سادتي اسر برنامج نحن في خدمتكم تحييكم وتقدم لكم حلقة خاصة عن أهمية رغيف الخبز في حياة المواطن. إحنا جينا المكان ده بأمانة عشان نقرب من المواطن الحقيقي اللي بيناضل ويكافح من أجل لقمة العيش. هذا المكان الذي تفوح منه أذكى رائحة، هي رائحة عرق المواطن اللي بنتباهى طبعاً ونتشرف إن إحنا نقابله. دلوقتي هنلتقي بأحد المواطنين الشرفاء. إيه ده؟ إيه ده؟ مين الراجل الأحمر ده؟ إيه ده؟ توتي هانم. هي مسرحي اللي جابك هنا. انا كنت جاي اجيب عيش من القمره دي. قمره زي من جاردن سيتي للحاره الزباله دي عشان تشتري عيش. هم الواد اللي قال لي هتعيش من القمره دي. العيش فين يا كابتن؟ ايه يا مسرحي كابتن؟ العيش من القمره. انا عايزه بنت هترقبت ثروت علشان انا. شكريا توتي هانم. ايه شكريا؟ ايه اللي جابك هنا؟ ايه انا كنت جاي اجيب عيش من الفرنه دي. ايه يا مسرحي؟ يا كتير. ايه الدوشه اللي انت عاملها دي؟ منك لله يا شكريا. ايه ده؟ تصوير. يا ريت لو سمحت تاخد يافطة الفرن وتقوم. محمد يا مرسي، ايه اللي جابك هنا؟ مين؟ لميس؟ مفيش يا حبيبتي، اصلي جاي ارجع العيش. رجع العيش منين؟ من ايه؟ من البنت دي قالت العيش هنا في عجوه، طلع في ملبن. يا زلمه الواد ده بيبص. بص قدامي يا حمار يا زباله، انا هخرب بيتك وبيت ابوك. بتجنن يا هطلع عينك يا عشوائي يا واطي يا وقت يا زباله. بيبيع العيش بره ياد اغلى من ثمنه يالا. ما حصلش يا محسن بيه والله. اكتم ده الفرن الزباله اللي بتشتغل فيه. ايوه بيه هو ده. فين صاحب الزفت ده؟ سافر هاجر اتجوز خلف. اربعه ده انت. لو سمحت يا فندم. أيوة. ممكن نسجل مع حضرتك؟ اوي اوي يا هانم، ده تسجيل التلفزيون المصري. ايوه. خير؟ هو المواطن ده تهمته ايه؟ هقول لي ما عليك يا حبيبي. بقيت مواطن يا رمه وباخ يالا. صور اكشن. بناء على التعليمات الموجهة الينا بحسن معاملة المواطن. يا حبيبي مسكنا المجرم اللطيف الامور ده وبوسنا ايده وعملنا له عيد ميلاد عشان نعرف منه مين الوحش اللي اداله العيش عشان يبيعه بره باغلى من ثمنه. يا اختي جميله، يا اختي ممكن تقول ستوب؟ فندم ستوب. ستوب. انزل اقعد في مارينا بروح اهلك. اكتم يلا. حاضر يا بيه. رابع مره بدك تحري عشان قلت 100 مره ما بيعش العيش بره اغلى من ثمنه.
وكمان بنبيع الرأس في الوزن. لا الميزان جوه خش اوزن. اه لا استنوني انتوا بقى فاصل وانا اعود. تعالى يا حليوه. ايوه مش انت خلف يقول يا حليوه قصده مهند. فخبطت معايا. تعالى يا مهند. ايه بقى لا اللي انت قلتها دي؟ ومالك يا اخويا محزوق قوي ليه كده؟ ايوه مالك يا اخويا محزوق قوي كده. محزوق؟ انا قلت محزوق؟ ما حصلش. لو النبي قوم يلا اضرب ايه؟ سؤال واحد وعايز اجابته. ايوه مين بيديك العيش عشان تتنيل تبيعه بره اغلى من ثمنه؟ هقول يا باشا هقول بس قفايا لا اطلع يلا هقول الراجل ده. شوف ده واد متخلف بيقول على مرات القمر الراجل ده. ركز هركز مش قصدي على المزه انا قصدي على الراجل ده. بره مسرحي. ايه يا مسرحي دي مصيبه. تشتغل في فرن بلدي انت عايز تعمل فينا ايه؟ حرام عليك محمود. حرام عليك يعني لما الراجل ده يتشل انا اعمل ايه؟ هيتشل والله. أنا شعري وقف. لا أنت ما شفتوش ده وقع خالص. إيه؟ وقع من هنا وقف من هنا. ليه؟ إيه؟ ليه يا مصلحي؟ ليه تشتغل في فرن من ورايا؟ ما أنت شغال معايا في مكتب كمبيوتر محترم وبتاخد 3000 جنيه وكنت ناوي أزودك الشهر ده تبقى 4 5 6 ليه؟ أنا هقول وأنت 7 أنا هقول 8 لا لازم أقول هتجوزك وأعمل عمرة وأتوه. إيه؟ لا 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 كده الموضوع بقى very attractive. أنت تصور كل لحظة فيه يا خرابي بقى فيه متكتف يا أخويا. كتفون إيه؟ ولا كتفوا مين؟ لا أنا مش عندي التكتيف ولا أنا سؤال بشجرة الكريسماس اللي أنت لابسها دي. قول يا عم الراجل ده بالظبط مين؟ نعم صاحب الفرن ده. صاحب الفرن ده من الآخر مرسى مرادة ده. إيه المفاجأة الغريبة دي؟ إيه؟ معقولة؟ أنا بقيت وارث فرن؟ يعني أنا جوزي فران؟ هتاكلي عيش ببلاش. انت هتهوهويني. ده انا هخرب بيتك. ومالي؟ طلعني على الهوا قدام 80 مليون ليه؟ هخش موسوعه جينيس؟ قبل ما تخش الموسوعه يا حنين انت جار قدامي على الاسم. لا يجي معايا على المأذون. لا لا يا مدام على الاسم. على المأذون. خلاص هاجي معاك انت على الاسم وانت يا حليوة على المأذون. ايه حضرتك ايه؟ انا بقى متاكده ان الراجل ده مورع. الحمد لله. قال لك صاحب الفرن اسمه ايه؟ قال لي اسمه مرسي ابو رده. انا مين يا ست؟ انت مورع. اها جوز. اها جوزها دي نحلها بعدين. المهم ان انا برعي. يعني انت مورع. وفي قول اخر حد. بقولك ايه؟ ايوه انا عايزك تركز معايا كده وتظبط بدل ما اظبطك واعمل معاك الصح. انت كنت شغال في توك توك؟ ربنا يهديك كده سؤال وعايز اجابته. ايوه انت برعي ولا حنفي ولا مرسي؟ انا ابو تريكه. تعالى يا مرسي. الشعب. أنا ابن الشعب. أنا من الشعب وللشعب. أي خدمات، أي وسائط، أي تسهيلات أنا تحت أمركم. سيادتك عايز فيلا في مارينا؟ وماله؟ بالليل نخدم حتة من البحيرة ونبني لك فيلا هناك. عدي عليها في المكتب. عايزة عريس؟ منك أنت. دي سهلة جدا. عدي عليها في المكتب. هتلاقي بهوات البلد كلهم قاعدين شاوري على البيه اللي انت عايزه اجوزهولك على طول. امبيانس امبيانس. يا جماعه احب اعرفكم بجارنا العزيز الدكتور ممدوح ابو الفتوح.
طبعا لانه عضو مجلس الشعب على مدار 20 دورة كاملة. سقف. ما تتصوروش يا جماعة ببقى سعيد قد ايه لما اسمع تسقيف الجماهير ليا. اسعدوني اسعدوني اسعدوني. فعلا ببقى سعيد. شكرا شكرا. فعلا ببقى سعيد لما اسمع تسقيف الجماهير ليا ورد فعلها عن خدماتي ليهم. يا جماعه الدكتور ممدوح ياما خدم اهل القريه اللي اتولد فيها. طبعا انا المستشفى بتاعي بيعمل كل سنه ما لا يقل عن 150 عمليه جراحيه مجانا للغلابه والمساكين. لكن اعداء النجاح يا اخواني بيطلعوا عليا اشاعات اني بوزع موبايلات هدايا وخطوط مجانيه علشان الناس تنتخبني. لكن ده كذب، ده افترا، والله العظيم كذب وافترا. الناس بتحبني كده، بتحبني لله فلله. لا انفجي لازم تسقفوا. ماما ده بتوجي فين؟ المفروض تبقى في استقبالي. مستنياك من بدري في البوفيه. في الحديقة؟ ايوه. ايه رايكم يا جماعة نروح الحديقة؟ موافقون؟ اجماع، اتفضلوا معايا. يلا يا حبايبي في الجنينة، شاطرة ارفعي ايدك مشترك عشان النظرة. اللي هتمشي ايدها على البوفيه هقطعها. شكريا. بصي عليا يا شكريا. والنبي يا اختي ما وقعت عينيكي خالص دلوقتي، الناس قاعدين مستنيينك بره. كل ما افتكر المصيبه بتاعت امبارح يا شكريا انا جوزي فران ومش فرن اوريجينال، ده فرن بلدي. يا اختي يا صحيح مصيبه. قال على راي المثل نسب يشرف ونسب يقرف ونسب يجيب العار لحد الدار. ايه ده مش فاهمه حاجه. مش مهم يا اختي، المهم الحاجه مامتك عرفت بالمصيبه دي. هي ناقصاكي اسمها الحاجه مامتك؟ اسمها مامي. اه طبعا كلمت مامي في اليونان لما عرفت اغمى عليها. تعرف بعد بابي الله يرحمه اتجوزت صاحب اكبر اسطول بحريه في تركيا. لو عرف بقى ان بنتها اتجوزت فران جربوه هيبهدلها. ايه بقى يبهدلها؟ ده ايه هما بنات الناس لعبه؟ ده نسمع يعني ان الحاجه مامتك ما شاء الله من عيله المقدوني باشا. مامي حفيده رستم باشا المقدوني من اكبر عائلات مقدونيا، وبابي الله يرحمه قازم باشا عبد الودود من اكبر عائلات قبرص واذربيجان وكازاخستان. اودي وشي فين من الناس اقول لهم ايه؟ ما انا لو فاهمه حاجه هقول لك، بس مش مهم يا اختي. مش مهم، كل شيء يتحل ان شاء الله. المهم دلوقتي ركزي، انت عازمه كبارة البلد. انا عامله كل الدعايه الانتخابيه دي لاني مرشحه نفسي في مجلس الشعب على مقعد المعادي يا شكرية. لو عرفوا ان انا جوزي فران هيبقى شكلي ايه يا شكرية؟ هيبقى شكلي ايه؟ مش هيعرفوا. لازم يطلقني يا شكرية، لازم يطلقني، لازم يطلقني. بعد الحفله انت ايه؟ انا ايه؟ انا بحبه يا شكرية. يا اختي كل ما افتكر هو بيغني لي ويدلعني ويقول لي عشان احنا مع بعضينا والاول مره لوحدينا ومحدش بيبص علينا غير فرحه قلبنا وعينينا حاجه غريبه. حرام عليكي صحتيني. طلقني. ليه يا حبيبتي؟ بعد الحفلة لازم تطلقني. ايه ده؟ هو انت عاملة حفلة؟ لا يشرفني ولا يناسبني انك تبقى جوزي. ليه؟ انا متجوزاك على انك مهندس كمبيوتر. انا فعلا مهندس كمبيوتر، لكن الفرن ده انا ورثه من المرحوم ابويا. ايه؟ المرحوم دادي. اه. ودادي وساني على الفرن وقال لي خلي بالك منه، ولعلمك لما اخلف منك واد هجيبه يقعد هنا في الفرن. خلف مني انا؟ امال انت اللي هتخلفي مني؟ ده بجح. امال مين اللي هيباشر الفرن بعد انا وانت ما نتكل؟ ايوه بقى هي دي خطتك. ايوه. الحمد لله انا ما سمعت كلام مامي واخدت حبوب منع الحمل وما خلفتش منك. خدت حبوب منع الحمل؟ طبعا يا استاذ. ده اسعد خبر سمعته في حياتي. انا كنت فاكر العيب فيا. كده مش هروح لدكاتره. سهل كده سهل كده خلف منك واقعد جنبك زي مراتس السيد. فوق يا استاذ، انا نجمه من نجوم المجتمع، انا دودي عبد الودود اهم مذيعه في شو تي في وبشتغل في اهم جهاز في الدوله، جهاز الاعلام. انا الجهاز بتاعي اهم جهاز التموين. الاعلام لو التلفزيون قفل الناس هتعيش، لكن لو الفرن قفل الناس مش هتلاقي العيش تاكله. فوي اصحي. فاكر نفسك مين؟ وبعدين ده شكل مذيعة؟ ده مذيعة ايه اللي انت بتتكلم عنها؟ انا عضو مجلس محلي لمحافظه القاهره. محافظه الطائره؟ قلت محافظه الطائره. الطائره.
القاهرة. ايه محافظة الطائرة دي؟ حتى امي ما حاسين. ده الفرصة ليا، قلت محافظة الطائرة. اقول لك حاجة مش تعرف تقولها؟ ورئيسة نادي الروتري لمحاربة الأزقة. الروتري؟ لا روتري دي عشان تفران، هي اسمها الروتري. اسمها ايه؟ الروتري. هتيجي روتري وليها مرة واحدة روتري. اهو شفتي اهو عادي. اهو روتري. لا ليه المجهود ده كله؟ روتري. عارف ايه هو؟ ما تجيبي حتة لوتري. ايوه اكله اكله عرفتها. لا امال ايه؟ ده نادي اجتماعي خيري. الاسم ده روتري. لازم الواحد ينضغ لبانه وهو بيقول. لا انت مش عارف انت بتكلم مين. انا بتكلم واحدة عضوة في اللوتري. مش بس كده، مش بس كده. امال ايه فيه؟ اللايونز. لاينز مش لاينز. مش مهم، الواحد يلعب معه خلاص. انا سفيرة النوايا الحسنة في الامم المتحدة يا فراغ. بالكوسة بالكوسة. طب ما انا نيتي حسنة، ما بقتش سفير ليه؟ كوسة وفاصوليا وبامية، ايه كلام الفرانين ده؟ طلقني. اخلعيني. هشد شعر. شديه يمكن يطلع. حواجبك. حواجبي ورجعيها على ورا. حاضر يا جماعة، تحت امركم كل طلباتكم. عامل حفل. تحت امركم يا جماعة. ممدوح بيه بشوف صورتك في التلفزيون دكتور ممدوح عضو مجلس الشعب. استاذ مرسي مش عارف اعمل ايه، قلمي فضي من كتر الامضاءات. يا فندم احنا خدامين حضرتك، تعالى يا بنات انا هساعدك. البنات بس يقول البنات. تعالى يا بكر. ده رقم تليفوني. ها ابو كلموني عايز تليفون مين يا استاذ مرسي؟ تليفونك. اتفضلوا يا جماعه عيشوا حياتكم، عيشوا حياتكم. ما اسموش عيشوا حياتكم، اسمه عيسى حياتكم. مدام سودي اسمحي لي اهنيكي على الحفله الجميله دي. لا العفو على ايه؟ العفو. استاذ مرسي اسمح لي اهنيك على ذوقك في اختيار مراتك. المفروض تهنيها هي على ذوقها في اختيار مهند. مهند جميل. لا ده موضوع عائلي. ممكن بقى ناخد صوره عشان الدعايه الانتخابيه؟ ايوه ناخد صوره. بمناسبه ايه؟ بمناسبه ايه؟ مش عارف يا استاذ مصري بمناسبه ايه؟ والله انا كنت نايم فوق سمعت الزيطه والحفله نزلت. لا بمناسبه المدام حضرتك مدام دودي مرشحه نفسها في انتخابات مجلس الشعب عن الدايره دي وانا بساعدها. هم حلوا مجلس الشعب؟ عايز تحلوا ليه؟ فلا الله ولا فعلك. امال ايه هتخش ازاي؟ لا يا استاذ ده شغل محامين وقضاه، صدر حكم قضائي بطلان الانتخابات في الدايره دي والهاني مرشحه نفسها. يا دكتور ممدوح. ايه يا حبيبتي؟ اوعى بقى شويه. ناخد صورة مع بعض. يا ريت ناخد صورة مع بعضينا. يا أستاذ يا اللي في النص حضرتك عامل فلو في الصورة. بيقول لك اللي في النص عامل فلو في الصورة. اللي في الطرف يا أستاذ. شفت أنت اللي في الطرف. حضرتك يا أستاذ. أنت معلم يا أنا. مصور منين ده؟ أوعى كده أنا هصور. أستاذ مرسي إيه رأيك في الوضع اللطيف ده؟ ده أنا الصعيدي يالا من هنا من البلاصة كسروا على دماغك. ده أنا أتصور أنا بعيد عنها ليه؟ متخانق معاها أنا؟ طب قول لي كده وانا اخدمك. ازاي يعني؟ دودي لا عيب كده، كمان خطوه. انت كده؟ ايه والله كمان خطوه. حبيبي انت كده. انت نص خطوه. وماله؟ انت خطوه. والله انت كده. انت نص خطوه. وماله؟ انت خطوه. والله انت كده. والله وانت هتبقى كده. انت بقى خطوه. وماله؟ لا كده هتقع. حرام عليك بجد، خلاص خنقتني مش فاهم اي حاجه في حياتي. يلا نشرب سانشاين. تشربي سانشاين يا جهله؟ دي تونه. شوفش اعلانات دي ولا ايه؟ سيد عبد العال عطيه عضو مجلس الشعب كله جاي يهني ويبارك. سيد رامي وحيد عضو مجلس الشورى. كله جاي يهني ويبارك وانا محدش معبرني. ما هو لازم محدش يعبرك. صوت الضمير. لازم محدش يعبرك. صلحي شايف اللي حصل؟ شايف. دودي هاني مراتي عامله حفله جايبه السيد عضو مجلس الشعب والناس الهاي لايف وانا محدش معبرني. انا عرفت ان الفيلا متلغمه بناس عليوي من اول ما فتشوني ست مرات وقلعوني بنطلون تحت. العالم هنا متلغمه، ناس علية القوم. وانا من علية القوم، انا مهندس كمبيوتر. وايه يعني مهندس كمبيوتر؟ ما في البلد مليون الف مهندس كمبيوتر. انا بكلمك عن علية القوم، اعضاء مجلس الشعب، الفنانين، لعيبه الكوره. وانا لا بفهم لا في الكوره ولا في الفن. على ايدي انا بس هتفهم في المزيكا. بص بقى
انا جايب لك حته سبوبه انما ايه من على وش القفص. سبوبه ايه؟ سبوبه جامده قوي. وانا جاي بعربيه العيش ركب معايا شاب صغير كده كان عايش في الخليج بقاله 7 سنين. الواد ده كان بيشتغل جزمجي وعايز يبقى مطرب. جزمجي وعايز يبقى مطرب. الله، ما هو في مكواجي بقى مطرب. لا لسه ما جاش. جزمجي وعايز يبقى مطرب. ايوه، ما هو الجزم عليت بعد ما اتضرب بيها بوش الكلب. وده عايز ايه ده؟ الواد بقى، الواد يعني شايف نفسه شويه بقى. اه، عايز يبقى مطرب. عايز يبقى مطرب، جايب شويه اغاني، شاري الاغنيه الواحده ب 10,000 جنيه. صدق الواد بقى، انا قلت له بص انا عندي ملحن للاغاني دي، هجيب لك ملحن وانا اخد سبوبتي. ومال ودي لعمار الشريح؟ ما هو مش فاضي. انا قلت له انا عندي ملحن كبير بقى، وقلت انت تسترزق، قلت له الموسيقار الكبير الاستاذ مرسي ابو ردع. انت عبيد؟ مرسي ابو ردع الموسيقار الكبير؟ انا بفهم في المزيكا. ومين اللي بيفهم في المزيكا؟ ما كلهم بيعملوا تكتا 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 وفيديو كليب والبنات بتقلع والناس بتسقف. ما هي كده ماشيه تتا 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 تتا. بقيت فوق. ابقى موسيقار؟ طبعا. مشهور جدا. دودي مذيعه مشهوره وانا موسيقار مشهور. ايوه، ابقى زي زيها. وهيستضيفوني في 10 مساء الساعه 9. ايه ده؟ بتقولي تحاول تعمل معايا انترفيو او لا؟ سوري مش فاضي. ما اعملش انترفيوهات دلوقتي. ايوه انا موسيقار، يعني اي كلام يجي تتا 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 يتلحق. خلصت. دخل الواد ده. انت تبقى موسيقار وانا اخد كل الفلوس. هذا المهم، المجد والشهره. اوكي اتفضل يا كروان. كروان الفني وابو الكل. مساكم الله بالخير. تيتي تا 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 تا. ده انا بجود كمان. دو. ايه ده؟ مين اللي دخل عليا الصومعه؟ انا اسف يا سعاده الباشا ان قطعت على سيادتك حبل الموسيقى. اربطه واخرج. سيادتك يا فندم، في ولد غلبان بره في الصالون عايز يقابل سيادتك. اديله حسنه ومشيه. دو. ده هو اللي هيدينا الحسنه سيادتك. يخرب عقلك مين؟ دخلوا سيادتك. خد يا ولد، ولد انت دلوقتي واقف قدام صرح الموسيقى الموسيقار مرسى مردة. انطلق. تشرفنا يا استاذ، يا فنان، يا جميل، يا عبقري. اه يا العبقرية طلع من الجزمة انا. يا استاذ بقالي 7 سنين ما لمعتش جزمه. قم. مين ده؟ انا اسف يا سعاده الباشا، الولد اصله ما يعرفش حاجه اول مره. ده المطرب الشاب الصاعد رمضان وش الفجر. اسمك رمضان وش الفجر؟ ايوه. وايه اللي جابك بدري يا ابني؟ اتفضل يا استاذ. ايه ده؟ الكارت بتاعه. رمضان وش الفجر مطرب حاليا وجزمجي سابقا. انا من رايي تشيل كلمه جزمجي سابقا. لا يا استاذ، انا قصد احطها في الكارت. قصد ليه يا ولد؟ عشان ما تغرش، ربنا يكفيك شر الغرور. الغرور بيقتل الفنان فعلا، بيقضي عليه، بينهيه. انا حالف 100 يمين يا استاذ هفضل اغني طول عمري وصندوق البويه ده على كتفي والفرشه في ايديا، ويا ريت كمان خيشه وتسيق المسرح. منك لله يا استاذ. انا من ايدك دي لايدك دي جزمتي مش ايدي. ايوه يا استاذ. عارف يا استاذ؟ ايوه. انا ناوي كده لما اشتهر ويستلطفوني في القنوات الفضائيه. ايه؟ ويستلطفوني في القنوات الفضائيه عشان يعملوا معايا. استلطفوني؟ ده الجمل بايظه. يعملوا معايا لقاءات وكده. ناوي احكي لهم كل حاجه عن عيلتي بمنتهى الصراحه. طب انا هتقول لهم ان باباك عايش في باريس ومامتك في لندن؟ لا خالص، انا اقول لهم الحقيقه. اللي هي ايه؟ اقول لهم ابويا مبيض نحاس. لو النبي. وامي دلاله. يا جمال امك. وخالتي شحاده. يا حبيبي. وعيلتي عيله واطيه اصلا. الله اكبر. هو في حد فيهم دخل السجن؟ كلهم رد سجون. انت هتبقى فنان عالمي. انت هتبقى اشهر من بازاروتا. بازاروتا؟ ايه ده بازاروتا؟ ده نوع كاكاو جديد. ايه ده اشهر من كاكاو؟ خلصني. انت بتتكلم في الكاكاو؟ ما تطلع يا ابن الاغاني. حاضر. خلصني. اوه ده في طابور مطربين.
مسلمين بره. خش يا سيسي. الاغنيه الاولانيه دفعت فيها 10,000 جنيه كتبها الشاعر الكبير احمد درويش. ده اخو مصطفى عمر ولا تشابه اسماء؟ مصطفى. الله، دفعت 10,000 جنيه بس؟ ايوه. انت ضحكت عليه، برافو. البدايه جميله، بدايه جديده. لا بجد هلحن حاجه جميله. ده حلو بجد. البدايه شوف لما تبدا الغنوه ب هي يا يا 51 يا 15 ايه؟ الله فين يا بقيه الكلمات يا استاذ؟ ما اناش عرفني، هو انا بفهم في الحاجات دي؟ هو الشاعر الدهاني وقال لي خد دي اغنيه لو النبي هو اللي كتبها مريض في المستشفى برا. لا المجد الشهر والعشرة يا سيدي دلوقتي استاذ انا ما بفهمش. هلحن نلحن معلش يا استاذ انا متعشم في حضرتك، انا مش عارف حاجه يا ابني. اذا كان عليا مش مشكله، انا لسه امبارح ملحن علامه الاستفهام. الاغنيه كلها كانت اسئله، ما حدش جاوب حاجه خالص. خد النوتة يا مصلحي. مش نوته؟ اتفضل. برافو يا ولد، انت بتفهم في المزيكا انك جبته، برافو عليك، انت وفرت عليا كده. فين العصايه؟ تنفع دي؟ هي دي بتاعته. ايه ده؟ ايه ده اللي بتديهوله ده يا ابني انت؟ انت ايش فاهمك عشان تتدخل في شغل الباشا؟ الله، دي مش بتاعتها يا متخلف، دي مش بتاعتها. مش بتاعتها الله، ولا بتحط على الكتف. حطش على الكتف. اطلع بره، اطلع بره، اطلع بره يا جاهل. ده مش على الكتف خالص، ده على الرك. انا بعمل لك امتحان بشوفك تستاهل المزيكا بتاعتي ولا عشان ما حدش يضحك عليك. ده مش على الكتف، ده على الرجل. بالظبط كده يا متخلف، ده على الرجل. على الرجل مش كده؟ كده ازاي يعني؟ فين الكستوبان؟ نعم الكستوبان اللي بيتحط في الصابع. ايه ده الحوسه دي؟ انا ما عملتش حسابي في الحاجات دي. وبعدين ده مش بتاعتها، دي مش بتاعتها خالص. كستوبان ده كستوبان مش بتاعتها، ده بتاع الترزو، فاهم؟ كلمه ثانيه هطلعك بره، سيبنا ركز. اخرس خالص، ما بتفهمش في المزيكا وفي الالات، مالكش دعوه. تحرجنيش بقى معاه. ده كده هو اللي في وشه بره، وده وشه بره. ايوه كده، هو كده يا جاهل. بعد كده انا مش فاهم حاجه. عشان انت جاهل. ليه كده ازاي يا متخلف؟ هلحن ازاي انا كده؟ الله، والله بشوفهم كده انا، والله بشوفهم كده، والمصحف بشوفهم كده. شوف ظبطت؟ ظبط. لازم الرجل اليمين على الشمال. صح. شوف الشمال على اليمين، تعمل ايه؟ كده ما ينفعش، لازم كده. شفت؟ باشا باشا، موسيقى موسيقى. فين الفرخة؟ ايه؟ فرخة؟ الفرخة اللي بيعزفوا بيها دي. قصدي حضرتك الريشه. ايه ده، على ايامكم بقت ريشه؟ احنا على ايامنا كانت فرخه، وايام عبد الصالح كانت وزه. كل حاجه بتصغر يا باشا، هنعمل ايه؟ اقعد بقى. سلام. ادخل. مش عايز حد يخش عليا دلوقتي. لا يا باشا براحتك، ما حدش هيخش لنا. كله ادخل. ما تدخلش، امشي برا. بقولك مفيش حد هنا، استحملوا دول ولا ايه؟ خلاص. شوف يا ابني، اهم حاجه في العزف. ايوه يا استاذ. الاربع صوابع دول. ياه. اهم حاجه، سيبك من دي. دي اهو مش مشكله. يعني دي المهمه اللي سيادتك اللي هنا. المهم الاربعه دول يلعبوا. يلعبوا ايه يا باشا؟ يلعبوا هنا. يلعبوا اللحن يطلع. يلعبوا هنا عادي؟ ما شاء الله. دي تستعملها ما تستعملهاش براحتك. خلاص؟ تعلم تعلم. شايف؟ شايف. إن شاء الله. الله. تعال. تعال تعال، عايز مين يا باشا؟ اقعد. تخلف أنت؟ تفكر الموسيقار يلحن كده على طول؟ مش لازم الإلهام يجيله؟ تعال إلهام، في لحن جديد هبدأه. يلا إلهام، هزعل منك، كنت عندي إمبارح معلش، جالي لحن جديد. يلا إلهام. لا لا مستعجل، انزل في الأسانسير. أصله كان عايز يجي لي على السلم الموسيقي. انزل يا إلهام، نط نط يا إلهام. الكلمات بتقول إيه؟ الكلمات سيادتك بتقول يا إلهام. سيكا ولا نهوان؟ نهى سيكا، أوكي.
فسا. هكمل ان شاء الله. أرجو أنكم تكونوا شميتوا اللحن كويس. حصل يا باشا. يلا إلهام روح. استنى إلهام. في إيه يا علي؟ أستاذ لسه في كلمات تانية معايا. آسف إلهام عنده معاد. معلش حضرتك اضغط عليه. أنا مش فاضي. الحقوا معلش يا أستاذ. كفاية لحن عليك هيكسر الدنيا. معلش أقف جنبي أقف جنبي. إلهام عشان خاطري لحن تاني عشان خاطري. أنا قابض ثمنه التاني ده. الأغنية التانية أهي. برافو أهي دي تفرق. أنت معاك إيه؟ أنا معايا دي لو. لو دي ما تبدأش بالدو. لو ما تبدأش بالدو تبدأ بالمي على طول. مي. شفت الذكاء؟ كلمات كلمات لو لا لو لو لا لو 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 لا لو لو لا دي لا لا لو لو لا لو لا 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 ولو لو لا 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 فسة ولو لو لا لي لا 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 لي يلا روح انت يا إلهام. لا إلهام إلهام استنى شويه. ليه؟ استاذ لسه في كلمات تانية. ما اقدرش ارجوك. ما اقدرش انا بلحن لحن كل خمس سنين. أوه. انت خلصتني في لحنين دلوقتي. اخدمني اقف جنبي. سلام. خلاص هعمل لك خنشرته. ايه خنشرته؟ خنشرته هجمع لك بين الاو واللو في لحن واحد. ايوه صح. عندنا اتنين اتنين لو لو. ماشي. لو 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 دودي تعالي انا بعمل استعراض. تعالى انت اللي فضحتني وعرتني حرام عليك بس فضايحتي. دودي دودي فضحتك ايه يا حميد ربنا؟ جوزك موهوب. ايوه كان عليا تراب نفضته وبقيت موسيقار مشهور. انت جننت خالص. وبعدين المنظر ده دخل هنا ازاي؟ ايه ده؟ ايدي ايدي جرفات بره. اطلع بره. مين ده اللي يطلع بره؟ انت انت اطلع بره. اطلع بره يعني ايه؟ اطلع بره بعدين. استناني عند اوضه الكلب وجاي لك. فهمني ايه؟ انزل بقول لك. في ايه؟ ايه الحكايه بالظبط؟ انا عايز افهم. كابن ان انا مش موسيقار ولا حاجه. ولا انت ايه؟ انا المهندس مرسي ابو رضا صاحب فرن الرغيف السخن. اوه طبعا ما انتوا ما بتاكلوش عيش. ايوه يا بهوات الرغيف السخن يعني ببيع عيش بلدي. مش ارحم من الجزمه. ايه حكايتك بالظبط يا استاذ مرسي؟ انت مهندس كمبيوتر ولا فران ولا ايه الحكايه بالظبط؟ انا الاثنين اثنين في واحد. بلسم وشامبو. بلسم وشامبو؟ ايوه يعني مهندس كمبيوتر ووارث فرن بلدي على ابويا. وارث فرن؟ وارث فرن يعني انت فرام؟ يعني انت مش ملحم؟ قول من الاول. قول من الاول. انت لسه قايل انا وارث فرن. ايوه يعني انت طلعت فرام. ايوه ما طلعتش ملحم. هي النون ما بتعديش على بيتكم؟ انت اللي لسه قايل كده. قلت انا فرام ونهندس كمبيوتر. وايه نهندس؟ انقل النون دي للي فات. خلي النون دي في اللي فاتوا ودي خليها مين. انت اللي لسه قايل. يعني انت كنت بتضحك عليا ليه؟ الفرش طلع. فرش ايه؟ فرش الجزمه. فرش ايه؟ تضحك عليا ليه؟ انا عملت لك ايه؟ ايه؟ وانا اللي امنتك على الكلمات بتاعتي ليه؟ اضحك عليا. مش عايز منكم حاجه. هات الكلمات بتاعتي. كلمات ايه؟ ده هي ولو. امسك كلمات. وانتوا اساتذه اتفضلوا الكارت بتاعي اهو. اي افراح اعياد ميلاد مناسبات كلموني في لحظه بقى قدامكم. اسمك رمضان وش الفجر؟ ايوه. ايه ده؟ مطرب حاليا وجزمجي سابقا؟ اتاريك شبه البو. شوف ايه بيقول على ايه ايه. سبحان الله ابدان على ابدان. يلا اضحكوا اضحكوا. ابدان ايه قصدك؟ فرد على فرد. صح فرد ابو شمال وشمال برضو. لا مؤاخذة تتريقوا عليا وبتضحكوا. ايه؟
رواية عظيمة للفنانة سهير. ايه ده؟ تقتل عشاقها بالخنجر والستارة تنزل. سقفوا يا حضرات، سقفوا. سقفوا على ايه؟ حضرتك قلت لسه بدري قوي عقبال ما الستارة تنزل. انت جاي على جمل؟ وانت يا نرسي. مرسي. انت يا نرسي. مرسي. وحياة كل كلمة لو قلتها لي بكرة تندموا كلكم 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 كلكم. اطلعوا في الرمل يا عم، مش فاهم. قولوا هندس. انت ملخبط الكلام في بعضه. خدعتني جزمته. ليه؟ ضيعت السبوبة ليه؟ ضيعت السبوبة ليه؟ تهيألي كفاية فضايح كده يا مرسي، طلقني. ما ينفعش طلق دلوقتي، عندنا انتخابات. لا لازم يطلقني. إذا كنت عايزة أهاني مخلعيني وروحي للقاضي وقولي له عايز أخلع جوزي المهندس مرسي أبو رضا عشان ورث فرن بلدي عن أبوه. ولا إيه رأيك يا سيادة النائب؟ اسألني ليه يا أستاذ مرسي؟ بما إنك نائب الشعب والرغيف أهم حاجة للشعب. بعد إذنكم يا حضرات، محدش فيكم يتحرك من مكانه. إيه الزيطة والصبريطة اللي أنتوا عاملينها دي؟ فين صاحب الفيلا دي؟ أنا يا فندم. اخرسي! تعالى يا صاحب الفيلا! تعالى! سيادتك هو ما فيش ضابط غيرك في المسرحية؟ مش أنت بتاع الفرن؟ تعالى! سيادتك صاحب الفيلا؟ ايوه. متاكد؟ ايوه. يبقى تجاره قدامي على الاسم. ليه؟ جالي بلاغ ان هنا في حفله صاخبه مسببه ازعاج للجيران، وانا جاي يقبض على صاحب الفيلا. ايه يا صاحب الفيلا؟ لو انك سيبنا سيب. سيبنا نتصرف معاه، انا ليا وضع. هو بس وسع. لو سمحت يا حضره الضابط، خد الكارت ده. ده ايه، كارت شحن يعني ولا ايه؟ بص عليه. ممدوح باشا ابو الفتوح، مساء الخير يا معالي الباشا، منور يا فندم. بعد اذن معاليك، جاي يقبض على صاحب الفيلا. اداله الرصاص، خلصنا منه. هو ده، خده شيله من هنا. هو ده يا حضره الضابط، وكان معاه واحد كده عامل زي الدولفين عمال يقول اه اه لو لو ولا بس. خلصنا منه، اقبض عليه فورا. فضلك مش محتاج توصيه يا هانم، ده انا مخلوق منه. اوعى تعلي صوتك عليا، انت تعرفش انا مين. اذا كان هو عضو مجلس الشعب فانا الشعب. قبل ما تمشي تطلقني. اتفضل دودي. طلقني يا مرسي. ماشي ماشي يا دودي يا هانم، يا بنت الحسب والنسب وكازاخستان والعائلات والنياشين. هطلقك بس مش دلوقت، مش وقت ما انت عايزه، وقت ما اكون انا عايز. وانا هطلقك بعد ما رشح نفسي في انتخابات مجلس الشعب وفي نفس الدايره اللي انت داخله فيها، وهكسب وهكتسح وحبقى النائب مرسي ابو رضا. ساعتها بس هعمل زي ساركوزي واطلعك. دودي طلقني.
وفارقني وابعد عني خلاص، حبك انا هنساه. اخلعيني وسيبيني وقدام كل الناس، قولي انا مش عايزاه. فينك يا مامي وفينك يا دادي ومين يلحقني؟ حضرة صاحب الفرن مش راضي يطلقني. طلق يا حسطى وارمي اليمين، انت عارف دي بنتي مين. يا جماعه مش كده بالراحه عليك، طلقها يا خينا هتتعبنا ليه؟ مش هطلق، مش هطلق. طلقها يا بيو فضها سيرة. مش هطلق، مش هطلق. شكل الحكاية كده كبيرة. رد عليا قلت ايه؟ يلا يا فندي رد عليك. خلاص يا هانم خلاص يا بيه، بكرة تشوف انا هعمل ايه. يلي الغرور مليكو هنافسكو على كراسيكو، هشوف لي كرسي وادور حواليه ومنصب اسند نفسي عليه، وهسلم من طرف الايد ومقابلتي تبقى بمواعيد، وزي ما تيجي وزي ما ترسي وبكره تقولوا مرسي بقالو كرسي. مرسي 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 عاوز كرسي، مرسي 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 عاوز كرسي، مرسي عاوز لحمة يعص، مرسي ياخد لحمة.